ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. قضت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الرباط عشية يوم الأحد بتوجيه تهمة القتل العمد في حق ود الفشوش الذي تسبب في مقتل عنصر من عناصر الدرك الملكي أثناء مزاولة مهامه وإحالته على السجن المحلي بالعرجات. وكان عنصر الدرك الملكي الذي دهسه طالب جامعي أول أمس الجمعة بمنطقة الهرهورة قد توفي يوم السبت بعد نقله إلى قسم الإنعاش بالمستشفى العسكري بالرباط. وكانت العناصر الأمنية بمدينة الرباط قد قامت باعتقال الطالب الذي كان يقود سيارة فاخرة تحمل ترقيما خاصا، وذلك بالقرب من مدار ميرامار بالهرهورة بالرباط، حيث قام بدهس الدرك لمسافة 6 أمتار بعدما رفض الامتثال لأوامره. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.